من الميادين هذه النشرة الرياضية المفصلة، أهلا بكم. فرط منتخب لبنان وفلسطين بفرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة غرب أسيا لكرة القدم عن المجموعة الأولى بتعادلهما سلبا في كربلاء. المباراة شابه الكثير من الحذر الدفاعي مع أفضلية لبنانية في ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، لكن من دون أن تترجم إلى أهداف. المنتخبان رفعا رصيدهما إلى 4 نقاط من 3 مباريات، وباتت بطاقة التأهل إلى النهائي في متناول العراق الذي يمتلك في جعبته 6 نقاط. الراوي. وفي ظل استقالة اتحاد كرة القدم السوري، اكتفى المنتخب بنقطة التعادل أمام نظيره اليمني الذي تقدم عبر محسن قراوي قبل أن ينجح المخضرم في رأس الخطيب في تجنيب منتخب بلاده الخسارة بإحرازه التعادل. وفشل نصور قاسم في تحقيق فوزهم الأول في البطولة، واكتفوا بالتعادل أمام المنتخب اليمني بعد خسارتهم في المباراة الأولى أمام لبنان. ونجح اليمن في الحصول على نقطتها الأولى في البطولة بعد الخسارة الأولى أمام فلسطين. قمة سعودية مرتقبة في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا تجمع الأهلي جدة بضيفه الهلال مع نفاد البطاقات قبل 24 ساعة من الموعد. المدرب الروماني للزعيم رازفان لوتشيسكو أكد جاهزية فريقه للمباراة بعد فترة إعداد لثلاثة أسابيع في النمسا. أسف لوتشيسكو لغياب المدافع المصاب محمد البريك في وقت استعاد فيها الثنائي عبد الله طيف ونواف العابد. من جانبها، أعرب المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عن ثقته الكبيرة بكتيبة الأهلي وجماهيره، ووعد بعدم التأثر بإيقاف يوسف الحربي وعبد الباسط هندي وعبد الله حسون، إضافة إلى إصابة عدد من اللاعبين بعد قضاء فترة إعداد ممتازة على حد قوله. بعد فوزه بكأس العالم وبطولة أوروبا في مسيرة باهرة كلاعب، يسهل تشافي هرنانديز قائد برشلونة السابق مشواره التدريبي عندما يقود السد في مواجهة قطرية خالصة ضد التحيل في الإطار نفسه. ويستأنف السد بطل قطر تنافسه مع التحيل، الفريق الأكثر نجاحا في قطر خلال العقد الأخير، بعدما نجح في الحفاظ على أبرز لاعبيه بينهم الهداف الجزائري بغداد بنجاح والكوريين الجنوبيين يونغ يانغ ونام تايهي. وفيما يسعى السد للثأر من خسارة كأس أمير قطر، يستفقد التحيل لاعبين من البارزين الذين رحلوا إلى أوروبا من صفوفه، هما المغربي يوسف العربي والياباني ناكاجيما. ويعول التحيل على مهاجمه العراقي الواعد مهند علي في وقت استعاد فيه صانع اللاعب التونسي يوسف لمساكني بعد انتهاء إعارته إلى يوين البلجيكي. النجم اللبناني يقيل مديره الفني التونسي طارق جراية قبل نحو 40 يوما على انطلاق الدوري بسبب ما وصفته الإدارة بالسلوك المريب. إدارة النادي النابيذي أعلنت في بيان رسمي اكتشاف تجاوزات عديدة للمدرب نتج عنها سلوك هدفه عرقلة تدعيم الفريق الأول. وكشفت إدارة النجم عن وجود اتفاق مسبق بين جراية وأحد الأندية الخليجية منذ نحو 2 شهر على أن يعقد مؤتمر صحفي قريب لإطلاع الرأي العام على المعطيات. جراية التزم الصمت وبعد التواصل معه فضل عدم التعليق، وكشف للميادين عن تلقيه عروضا عديدة أبرزها من أحد السعودي وأهل بوعريرج الجزائري. وجهت النيابة العامة السويسرية اتهاما بالاختلاس إلى 3 إداريين سابقين في كرة القدم الألمانية في إطار قضايا ذات صلة بملف مونديال 2006. مكتب المدعي العام أشار إلى أن الرئيسين السابقين للاتحاد الألماني نيرشباخ و تاون سينجر والمسؤول الاتحادي البارز هيرست أرشميت ومعهم الأمين العام السابق في الاتحاد الدولي أورس لينسي متورطون في تضليل أعضاء لجنة حفل الافتتاح بشأن الغرض الحقيقي من إنفاق 7.5 مليون دولار. المدافع الدولي الإنجليزي السابق جاري كاهل ينتقل إلى كريستال بالاس لعامين بعدما ارتدى قميص الجاري اللندني تشيلسي ل7 أعوام. مسيرة كاهل مع أسود لندن كانت حافلة بالبطولات، حيث توج بالدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة ويوروبا ليج مرتين، وخاض 61 مباراة مع المنتخب حيث لعب تحت إشراف مدرب بالاس الحالي روي هاتسون الذي عبر عن سعادته بالتعاقد مع لاعب مميز وخبير. مانشستر يونايتد يبدأ في التفكير في أكثر من صفقة لتعويض الرحيل المحتمل للاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا. النادي الإنجليزي وضع نصب عينيه التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبيرز كريستيان إريكسن. وسائل إعلام بريطانية وصفت النجم الدنماركي بالحل الأمثل لإدارة مانيو في حال رحيل بوجبا، ويمتلك الشياطين الحمر ورقة ضغط على إدارة سبيرز متمثلة في أن عقد إريكسن ينتهي العام المقبل، وبالتالي في حال لم يجدد عقده سيرحل مجانا العام المقبل.
ديربي كاونتي يوقع مع وين روني مدربا ولاعبا. قرر روني دعمته رغبة زوجته كولين بالعودة إلى بريطانيا مع الأولاد ليعود إلى إنجلترا من بوابة البريميرشيب. وكان روني مرتبطا مع دي سي يونايتد الأمريكي في عقد ينتهي 2021. اقتضى مطار كونغنياس في مدينة ساو باولو البرازيلية بالمئات من مشجعي فريق المدينة الذين تجمعوا لاستقبال لاعبهم القديم الجديد داني ألفيش. ألفيش عاد إلى فريق طفولته بموجب عقد انتقالي مجاني. ابن 36 عاما سيرتدي قميص ساو باولو إلى ما بعد مونديال 2022، ويحتل ساو باولو المركز الخامس في الدوري البرازيلي متأخرا بفارق 8 نقاط عن سانتوس المتصدر. رئيس نادي فلامينغو رودولفو لانديم يرى أن المهاجم الدولي الإيطالي ماريو باليتيلي دخل فعليا ضمن حسابات فريقه في ظل رغبة اللاعب الحر منذ انتهاء عقده مع مارسيليا الفرنسي باللعب في البرازيل. شبكة سكاي سبورت في إيطاليا أشارت إلى إمكانية رؤية سوبر ماريو بقميص فلامينغو لعقد لعامين ونصف العام. وسبق لباليتيلي أن أبدع إعجابه ببلاد السامبا فاتحا الباب أمام إمكانية العيش في البرازيل. 10 ملايين دولار دفعها مانشستر يونايتد لضم لاعب يبلغ 16 عاما هنبعل المجبري، فتى فرنسي تونسي الأصل ينظر إليه أنه نجم مقبل في كرة القدم العالمية، والتوانسة يأملون أن يدافع عن ألوان وسور قرطاج مستقبلا. حنبعل المجبري فتى تونسي شغل الملاعب الأوروبية في الأونة الأخيرة وأجج الصراع بين كبار الأندية من أجل ضمه، إلا أنه فضل مانشستر يونايتد الإنجليزي. اللاعب الناشئ بهر الكشافين منذ الصغر، حيث بدأ أولى خطواته في نادي اف سي باري قبل أن يلتحق بمركز تنمية مهارات الناشئين أو أكاديمية كلير فونتان الذائعة الصيت. وحصل نادي موناكو على توقيع اللاعب قبل عامين مقابل 1 مليون يورو في صفقة عدت ضخمة للاعب يبلغ من العمر 14 عاماً. التونسي الأصل دخل في حسابات مدرب الشياطين الحمر أولي غونار سولسكاير الذي يبني فريقا للمستقبل بعدما تخلى عن 13 لاعبا في الفئات الشبابية. واستغلت إدارة يونايتد الخلاف المتصاعد بين والد المجبري ونادي الإمارة ما سرع في انتقاله، وبلغت قيمة الصفقة نحو 10 ملايين يورو. ودافع حنبعل عن ألوان الديوك تحت 16 عاما، حيث شارك معه في 12 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا. وسيرتدي التونسي القميص الرقم 7، وقال والده هذا الرقم حمله أريك كانتونا وديفيد بيكهام، وأتمنى أن يسير حنبعل على خطاهما. ويمتد عقد اللاعب اليافع إلى 5 سنوات حتى 2024. العديد من الخبراء رشحوا المجبري ليصبح واحداً من أفضل اللاعبين في العالم، وهو يشغل مركز الوسط الدفاعي، ويراه الكثيرون خليفة بول بوغبا في المنتخب الفرنسي. لكن التونسيين يأملون ألا يتخلى المجبري عن أصوله، إذ بإمكانه تغيير جنسيته الكروية من فرنسية إلى تونسية في المستقبل. إلى عالم الكرة الصفراء، حيث بددت الإستونية أنيت كونتافيت أمال الروسية المخضرمة ماريا شارابوفا في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس روجرز للتنس بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة. كونتافيت قلبت الطاولة على الحسناء الروسية وعوضت خسارتها المجموعة الأولى ب4 أشواط ل6، وفازت في المجموعتين الثانية والثالثة ب6 أشواط ل3 و6-4. كونتافيت تأهلت إلى الدور الثاني، حيث ستواجه الفائزة من لقاء الإسبانية كارلا سواريز نافارو مع الأمريكية المخضرمة فينس ويليامز. بدورها ودعت الألمانية أنجليك كيربر مبكرا كأس روجرز للتنس بخسارتها أمام داريا كساتكينا ب2-1. وبرغم فوز كيربر بالمجموعة الأولى، قلبت كساتكينا الطاولة على الألمانية وفازت في الثانية والثالثة بواقع 6-2 و6-4. بطلة العالم في سباق المئة متر حواجز سالي بيرسون تقرر الاعتزال على نحو مفاجئ بسبب الإصابات المتلاحقة التي قضت على حلمها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. البطلة الأسترالية الحائزة ذهبية 100 متر حواجز في أولمبياد لندن ولقبين عالميين في دايغو ولندن، إضافة إلى فضية أولمبياد بكين ومونديال موسكو، رأت أن قرار اعتزالها جاء بسبب عدم قدرة جسدها على التحدي. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة. نشكر لكم حسن المتابعة. بأمان الله.